ولمزيد من المتابعة والتفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى أبو جمرة المتخصص في نظم المعلومات. بعد التحية، يعني شهدنا هي أزمة عالمية حدثت فجأة وترتب عليها العديد من الأزمات على المطارات وعلى منظومات أخرى عالميا، ما مدى تأثر مصر بهذه الظاهرة العالمية؟ طبعا مساء الخير. لا، ما الحمد لله مصر ما حصلش فيها أي تأثر على الإطلاق. كل يعني انا تواصلت مع كل الزملاء، ما فيش اي حاجه توقفت. السبب ان احنا ماشي على هي اللي حصل المشكله دوت هو ابديت لبرمجيات كلاود سترايك. كلاود سترايك ديت حزم برامج بتحط لتامين الخوادم والحواسب، منتشره اكتر في بلاد عن بلاد، مش منتشرة عندنا إلى حد ما، بنستعمل منظومات أخرى. فهي ما أصابتش مايكروسوفت إيجر اللي هي الحوسبة السحابية بتاعت مايكروسوفت، ولكن في الأبديت باتش بتاع كلاود سترايك ده اللي كان فيه المشكلة. فهي ضربت كمان البلاد، يعني هتبص تلاقي أستراليا واليابان هم أوائل الدول اللي ضربت فيها، لان هم الساعه عندهم بدري اكتر. طبعا حضرتك عارفه ان في صراعات منعكسه على الامن السيبراني، يعني الصراعات الدوليه بيحصل هجومات سيبرانيه كثيره جدا الفتره اللي فاتت. فده دفع طبعا كل الدول والشركات ان هي تامن نفسها بزياده. يعني شركه كلاود سترايك دي شركه كبرت قوي في السنتين اللي فاتت دول نتيجه لهذا الامر. يعني بالفعل كما ذكرت كان هناك عديد من الضربات السيبرانية في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات لتأمين المواقع الإلكترونية لديها، وبالرغم من ذلك لم تحذر المستخدمين سواء من شركات الطيران أو البنوك بهذا العطل الذي حدث صباح اليوم. يعني كان هناك أعطال كثيرة وتأخيرات كثيرة في شركات طيران ورحلات، ومتضررين بالآلاف بل عشرات الآلاف في مطارات كثيرة في العالم. طبعا حضرتك عارفة ان طبعا العالم كله بقى بيعتمد على الميكنة والأثمنة بشكل كبير جدا، ومع وجود طبعا تهديد سيبراني، فهذا الشيء ممكن ان هو يحصل في اي وقت. ايه سببه؟ العالم غايب الوقت مش عارف ايه السبب، لان هو ابديت زي الابديت اللي بتجيبه على الموبايل بتاعنا، زي الابديت اللي بيحصل للبرامج، فهو ابديت لحزمه البرامج ديت. الابديت دوت كان فيه خلل، هل الخلل دوت كان من خلال اختراق على الشركه؟ احنا شفنا من سنتين كان حصل برضك اختراق امني للشركه المسؤوله عن تامين الوكالات الحكوميه الامريكيه، ومن ثم دوت ادى الى ان في حوالي 24 وكاله حكوميه توقفت عن العمل. لكن الابديت دوت احنا ما نعرفش اذا كان هو بفعل فاعل ولا خطا هندسي فني ادى الى هذه المشكله. يعني الساعات المقبله يمكن ان تحمل الاجابه على كثير من الاسئله المتداوله حاليا. نرجو هذا، ولكن طبعا انت عارفه ان شركات اسهمها بتتضرر كثيرا بهذا الشيء. يعني هنلاقي النهارده اسهم بتاعه الشركه كلاود سترايك وحتى اسهم بتاعه مايكروسوفت نزلت نزول جامد جدا. فبيبقوا دايما متحفظين على لكن هيتعرف على الاسباب الرئيسيه لهذا العطل. بالظبط بالفعل بالزبط. وضحت الصوره، وشكرا جزيلا على هذه المعلومات الدكتور مصطفى ابو جمره المتخصص في نظم المعلومات، كنت معنا عبر الهاتف.